يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أولى حلقات الأسبوع، حلقة مهمة جدا النهاردة بالتحديد، كمان فيما يتعلق بآخر استعدادات منتخبنا الوطني في مباراة اليوم الهامة والمصيرية في نفس الوقت أمام غينيا بيساو الساعة 9 بالليل في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وكلام كتير جدا هيكون حوالين المباراة دي وأحداث ما قبل المباراة تحديدا والتشكيل المتوقع والدنيا هتمشي إزاي، وهل كيروش هيبقى بنفس الأسلوب اللي لعب بيه أو بنفس المفاجآت اللي عملها في المباراة الأولى، المفاجآت الفاشلة في المباراة الأولى، ولا هيعدل والأمور تمشي كويس وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب. هيبقى الحديث مفصل عن منتخبنا بالتحديد لأن ده الحدث الأهم خلال الفترة الحالية بخلاف بعض الأخبار الأخرى سواء عالميا أو كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله خلال المرحلة الحالية. مهم كمان تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وهو ايضا بيتعلق بالمنتخب وتوقعات حضراتكم للتشكيل الخاص بمنتخبنا النهارده. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستغرام. ومهم قوي لما حضراتكم تتوقعوا من خلال رؤيتكم انتم، لان رؤيتكم هتكون اصح بكتير من رؤيه مستر كيروش في المباراه الاولى. ان شاء الله يعدي رؤيته في المباراه الثانيه والامور تمشي بشكل كويس يعني. فدي امور مهمه جدا.